تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف في عملية أطرت من قبل أفراد الشرطة التابعين لأمن دائرة العلمة في إطار جهودها الرامية إلى مراقبة مختلف الأنشطة التجارية، خاصة منها المكلفة بإنتاج وبيع المعدات شبه الطبية. تمكنت من حجز 40,000 وحدة من القفازات الطبية المحتجرة كانت متواجدة في أحد مستودعات بيع الخمور دون رخصة، حيث تم إعداد ملف جزائي ضد المخالف من طرف الضبطية القضائية. المراسلة والتصريحات لعبد الحفيظ بوزيدي. يتعلق الأمر بثاني عملية من نوحة تم تأطيرها من قبل أفرادنا بأمن دائرة العلمة تابعة لأمن ولاية سطيف، طبعا تندرج في إطار متابعة مختلف الأنشطة التجارية بهدف ضمان وصول مختلف المواد سواء الغذائية ذات الاستهلاك الواسع أو حتى المواد شبه الطبية التي تزايد الطلب عليها خلال هذه الإشكالية الصحية التي تعيشها البلاد. فأقول أن مصالحنا حجزت أزيد من 40,000 وحدة من القفازات الطبية طبعا الموجهة للمطالبة. ملف جزائي أعد ضد المخالف وأرسل للعدالة. لا شك أن هذه الكمية طبعا سوف توجه لصالح العام، توجه للمصالح الاستشفائية قصد استعمالها، لكن بالموازاة أطمئن التجار أن مساعينا مصالح الشرطة أكيد كثفت جهودها في سبيل محاربة المضاربة وكل سلوك مشين قد يبادر به بعض التجار خلال هذا الظرف.